صلى الله جميع العالم الإسلامي. نحن يهمنا الآن العالم الإسلامي بأسره. اجتماع كلمة المسلمين ما وجدتم رسالة وجهت إلى الأمة الإسلامية أمة الإسلام إلى أي مصيرا ومصيرا وجهت رأيتمها؟ ما رأيتمها؟ أقول لك عمر شوف كمية من هذه أمة الإسلام تخيل كمية سمعت الشيخ أنا أفهم ده متابعين الشيخ هو تركيزه على لم الشمل يعني أكثر شيء ما شاء الله القليل عندهم هم أفهم ما هي ما لا لا أنا متابعين الشيخ أنا دائما بأسأل الله التوفيق بأسأل الله الحمد لله نرى الأئمة هنا فيهم التقوى يعفون اللحى ويرفعون الإزار إن شاء الله فوق الكعبين. بالنسبة باقي الدول العربية فإن نرى الأئمة في باقي الدول العربية يقطعون اللحية ويسبلون إزارهم وقد ورد فيه وعي شديد. الحمد لله نرى في عمان الأئمة مخالف والحمد لله موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرفاع اللحى وإسبال الإزارة. فهذا كله من جهدكم والحمد لله. صلينا خلفكم وتصلون خلفنا الحمد لله. هذا الذي يجب أمة الإسلام وأمة الواحدة. اسمك الكريم. اسمي محمد الله الرحمن الرحيم. من بركة. أنا أذكر عبد الستار هاشم من صلاح من جدة. نعم. في تجارة. لا أقول عن وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل عمان أتوك أتيت أهل عمان ما ضربوك ولا سبوك. فوجدنا أهل عمان كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أجت مسخ إن شاء الله. بلى. السموح منك شيخ جينا بدون حاجة أنا كنت أنا سألت هو عندي يومين وكان يريد فأنا حاولت أتصل به أخوان أفلاح هذا السموح شيخ فالحمد لله من قبلي وصلوا لأن تعرف عارف أنك مضغوط في وبعد سلامتك سمعنا يعني تبارك الله شيخ سفيك طيب بارك الله يعني جزاك الله خير ما قصرت أنا جيت قبل تقريبا سنتين جاء بعض مشايخ من بريطانيا تذكر بعض المشايخ من بريطانيا سئل الشيخ ودائما يسلم عليه من بريطانيا أي وقت تريد أن تسافر يمكنك أن تخبر الشيخ عبد الرحمن من هذاك الشخص يعني إيش اسمه عبد الحميد إن شاء الله ولد أخوه في مكسيك اسمه يمكن أن تخلوه إن شاء الله وبعد ذلك إن شاء الله إن شاء الله بعد يرجو منهم الدعاء أن يوفق الله لصالح الأعمال نسأل الله لنا ولكم التوفيق لصالحات الأعمال ولجمع كلمة الأمة على ما يحب ويرضى وتأليف القلوب المتنافرة وتوحيد الفئات المتنافرة على الخير والرحمة والتعالى نرجو منكم أن تأتون باكستان إلى جامعتنا جامعة الرشيد إن شاء الله إن شاء الله جامعة كبير إن شاء الله إن زرت باكستان مرارا عديدة أعتقد الشيخ تقي عثماني مرة جميعاً نعم شكراً ذلك أخونا وصديقنا جئتنا إن شاء الله نكرمكم ونساعد بزيارتكم إن شاء الله في باكستان وفي كراتشي وفي جامعة الرشيد إن شاء الله دوم يذكركم عثماني دوم يعني يذكركم بالخير لأن شماجي أنا ترى زوجتي الأولى من باكستان فشماجي قريبين جداً من عنده فدائما في كل المناسبات اللي ازورهم في الاعراس لما يشوفني دائما يسال عنك جزاه الله نعم دائما يسال عنك جزاه الله هو ورفيع اخو مفتي اسمه في باكستان شكرا جزيلا استاذ تعرف ما شاء الله هو في قبل امس جاي مني والله هو في كلام يعني داخل
جو مالومان في يعني تقوى يعني انا في واحد يعني هو في دور واضح الاستجابه الحمد لله الحياه والاستجابه بالنسبه لباقي الدول العربيه الله يهدي الجميع ويصلح الامر في كل مكان ان شاء الله. لا هو شيخ قصده كان في الشوارع وهذا الالتزام للتقوى هذا اكثر عن اي مكان ثاني. طبعا كل مكان موجود هي زي الخير لكن هو قصده انك يعني سواد الله التوفيق بالنسبه لباقي الدول العربيه الاحتجاب والحشمه والمطار نسال الله خير الحمد لله. واتخذ بالتم الدجاج يدخلون عمان ويعشقونها الحمد لله. وين متى هنا وكابتن ان شاء الله بعد بكره بعد الاحد يوم الاحد ان شاء الله رجعنا يوم الاحد حتى الاحد حتى الاحد موجود ان شاء الله يوم الاحد طيب اذا يوم السبت نتناول الغداء ان شاء الله. افتكر كان بيروح انا كان لكن لا قصده يقول انت يمكن يعني لا 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 انا بكره عندي ارتباط لا هذا قليل عندي ارتباطات لا لا بس جمعه عندي ارتباطات يوم السبت يعني يقول عندي يوم السبت ان شاء الله هو مش انا قصدي انه يتمنى يكون يجلس معكم ان شاء الله يوم السبت يكون ان شاء الله ان شاء الله بس ما نطول معك بارك الله فيكم. في طلب صغير للدعاء حدث من الخالي دعوا له فك أسرة لأن تعرف قوانين هذه الأيام مسكين ماله ذهب وهو يعني دون هذا الطاعي مسلم مفهوم هذا يعني فيه كان 10 ملايين من ريال تقريبا نسأل الله يعني مال ماله يفرج عصمته وين تسكت صار له شهر في سجن مسكين الله طلبوا مني أمه وهذا لأنه هم موجودين من أيام من هذا الجماعة نعم نعم نفرج حتى قبل أن يمسكوا بأسبوع زايد عن الولد وبدون يعني بدون تعرف الوضع اللي هناك يعني صاير صحيح يعني إن شاء الله شيخ وصراحة بس تسمح لأنك يعني بارك الله فيكم بارك الله أنا بجيب بعد يوم السبت لكن نتيجة إن شاء الله يوم السبت مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.